انا حاضرك مرخص عليا ترى. اه كده اخويا الله يبارك فيك، ديم عزيز وغالي، الله يحفظك لي يا اخويا العزيز. شطاري والله يا الا صافي شطاري يا ناري، والله خيرت بيك ياك لاباس، ما ريت وباس شنو بدك بارك شنو وباس، الله الا وخير. شنبت الجار في حدا داركم؟ لا بحال الحاج فاتح داركم. هانيا انت دابا بداو كيشوفوا كيضحكوا كاع مازال ما هضرتي. ايوا الحمد لله الحمد لله أصدق. اللهم بارك. هذا ما شعرت بداك الشيء فهمتي؟ ها؟ ما دابا شعرت لا عندك الكوي اختك دير لي لاستيك. منين هادي هكا؟ هاكا هيجي معاك، هتجي معاك الراسطه. الله يحفظك الدك خويا سيمو. الله يكبر بك، الله يكبر بك اخويا العزيز، كنحبوك حتى انا كنحماق عليكم. والله العظيم ما عز عليا اقسم لك والله، دا سيمو بلا لي فاك بلا بلا والو. الله يكبر بك اخويا العزيز، شوف المحبة لله عز وجل. يا حشم الله يكبر بك، أنت هاني كل شيء بخير. أسامر شرفنا بك السي أنس، قربنا لك أكثر. دونك فريمون جو موبيل أون فرونسي ولا باش ما نقدرش. ما نطلقتيني فرونسي ولونجلي معنا قريب بزاف بلاش بلاش. ماشي مشكل، حنا عارفينك. أنا أنس مشاتي، ممثل مغربي كوميدي ولد مدينة إنزكان أكادير بالضبط. يا ناسوس. كنت خريج برنامج ستاند اب 2017 نصف النهائيات، الحمد لله من ورا ستاند اب بدات المسيره الفنيه ديالي. عضو مجموعه بومبا كوميك اللي كانت هي تياترو كوميك في الاول، اللي كانت بومبا كوميك تياترو كوميك، درنا عروض داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وجبنا اكبر نسبه المشاهده في الويب. الحمد لله سند كونترا مع رشيد علالي في برنامج رشيد شو مده سنتين ذاك العام وهذا العام، باقي دابا الحمد لله معاه. دزت في ذاك العام في رمضان ثلاث الاعمال التلفزيونيه، زواج محمد القناة الأولى، نهار مبروك على القناة الأولى، وحديد عند الفراعنة في القناة الثانية. دابا واحد سير كمل. وكندير واحد الإشهار ديال التيد كان في التلفازة خوكم كما ديما، كان إشهار وعندي شي ألعاب في شي حاجة في الويب بزاف، أعمال كنت كندير لي بارو ديال سعد المجرد كنعبد لهم وكندير. ديجا شفت واحد الأغنية فاش طلعتي معايا البارح، دخلت بقشت شوية لقيت واحد الأغنية وهذا هو ها؟ إنساي اللي كنتي 1900 اخويا طلعتي داك لابيسين خويتي لهم النص. بارد بارد لي وفي الليل بارد لي بو. دابا شوف انا بغيت ندخل التمثيل اخويا. اييه يجي معايا التمثيل. انت يجي معاك دور شي واحد لاباس عليه من الاخر. وانا مزلوط. اي مخرج شافني اعطيه دور ديال واحد لاباس عليه، سالينا الموضوع. مش هذيك وين الحاج عبد الله الله يحفظك، اعطيه مليار دوز عندي البيرو ان شاء الله غدا نشوف. صافي سير، راه عاد داروا لي هاشتاغ في هاشتاغ في في, في, في في انستغرام، قال لك هذا العام هذا رشيد شو خصك تدوز عنده. اي علاش لا، اقسم بالله رشيد شوف دار اصلا، هو دار هذا العام هذا دار واحد القضيه انه كيجيب الناس اللي تالقوا في الويب في انستغرام اللي تالقوا داروا شي حاجه في شكل يعني دار الكونسيبت ديالهم ماشي بحال اي كونسيبت عادي. فاش دوز انستغرام وينجح بديك الطريقه والله بيشوفوا 18000 راه شوف 34000 انا عقلت 18000 دابا 34000. لا الكونت لا عندي الكونت الاول فيه 400000 راه مديزاكتيفي ليا من عند انستغرام، يلاه كنحاول نرجعو ما هاد الكونت يلاه شحتو دابا شي 10 ايام تبارك الله ما شاء الله خويا. والله الكونت الاول فيه 400000 الناس تبعوك من الكونت الاول للثاني، راه هذا اكبر دليل انك دير شي حاجه ما كاينش شي واحد اخر. الحمد لله عندي باج فيسبوك فيها نص مليون تبارك الله مزيان دابا شي 3 شهور، ولكن الحمد لله شوف الحمد لله خاصك تعرف واحد الحاجه ديال 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 ملي كيكون واحد الريسبكت بينك وبين بين 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 الناس اللي كيتابعوك، كيكون واحد الاحترام وكيكون واحد المحبه لله بدون نفاق بدون حتى شي حاجه موراها، هذيك هي اهم حاجه. خلاص لاحظت واحد القضيه الله يفديك، هو الوحيد اللي خصني ندخل ليه ونقول السلام عليكم ونسكت. عندك واحد الله يبغى خصك تدخل تحيد البلغه، حيد البلغه عند الباب دخل الله يفديك كيبان كلشي فيه لا يفديك كيبان كلشي فيه زوين كلشي مربي كلشي قاري. والله العظيم اخويا الا ملي فتحت اللايف ملي وقع هذاك المشكل البارح قلت اليوم غادي شي عناصر سميتو يخسر شي واحد الهضره ولا هذا، واخا بنادم كيكون مصيفط باش يخسر الهضره ولا هذا ما كاينش شي واحد اللي كيخسر الهضره، واخا انا عاطي سميتو الناس اي واحد موصي شي وحدين باللي غادي شي واحد يخسر الهضره يسكرين باش غدا ان شاء الله حيدو اي واحد خسر الهضره. الحمد لله واخا ما كاينش حتى 1% انت من الصباح انا وياك كنهضروا ما كاينش شي كومونتير اللي فيه خسر الهضره ولا هذا، ولكن اش غادي نقول لك
ملي وقع داكشي البارح توقعت اي حاجه ان بنادم يصيفط مثلا يكون داير لايف سير وخسر الهضره ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن لا في المخ كيقول لك واحد الجيبه زوينه. انا عندي واحد المبدا في هذا بحال دابا. انا هادشي ما كانش في الاول، دابا التلفازات جاتني واحد كده واحد الوقيته جات التلفازات جاتني السفر الطريق يوميا ضرب من اكادير حتى لكازا باش تصور وتعاود ترجع تشوف البنات وتعاود ترجع لكازا يعني ما تجيش مسوق بزاف. صيفطت واحد القضيه صاحبي راه والله هذا الانستغرام داكشي علاش جالو علاش جالو مولاه راه خرجوا عليه المغاربه راه ما تلاوش كي بزاف للاسف. المهم ما نعطيهمش فرصه فين نهضروا كاع داكشي يجي دير لنا شي 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 اللي انا اللي عجبني في اللايف ديالك وفي البرنامج ديالك برنامج ذكي من واحد السيد اللي هو ذكي الناس زوينين كيتبعوك وما راه اقسم بالله كنقرا صاحبي كنقراكم دايره كاين ناس كيتفرجوا فيك مع والديهم مع امهم ومع باهم راه ما سهلاش القضيه خويا سيري باش الاب والام يتفرجوا فيك راه ما سهلاش. والله خويا كيتفرجوا كاين اللي كيدير اللايف في التلفازه كيقول لي راه كنتفرجوا كامل العائله. والله العظيم لا برافو بالله. ايوا نطلبوا الله في الخير. الله يا ربي يا ربي كنقولها وكنعاودها ديما وكندعم الوالده ديالي الله يا ربي لاقينا مع احسن منها. انت ولد الناس. ايوا الحمد لله. جميل يحب الجمال. اقسم بالله. لا عسك ود اخويا. طيب واش مزيان؟ والله الا اليس. والله الا نهار كبير طلع الماء انا فرحان صافي بليزير. المهم بعدا بوغوس واحد الشويه ماشي بحال المهم كومون. ما شاء بوغوس خصك قلت لك انا غير تشد الشعر بلاستيك. واخا عندي فلجه ديال السنايه. وانت عندك الفلجه ديال السنايه على اليمن. ايه ما لا هذا شوق عليا اقسم نعاود لك فاش نوق عليا هذه بالظهر والله ما تقلقش مني. نهار العيد الكبير الناس كياكلوا اللحم انا شادني السنه الصباح حيدت هذيك العشيه باش ناكل اللحم وما فيه والو. يا ربي السلامة. وكليتي اللحم؟ واه شنو شمتو وهايلي وجا رزق اللحم انا وهايلي. تبارك الله ما شاء الله. دابا انت دابا تبارك الله دابا هاد الفورمه اللي عندك راه مساعدك في التمثيل. واش لا ماشي شنو ما تكون مساعدني شنو ما كما كنشوف ديك الممثله تبارك الله المغربيه اللي كانت في حديد دان ملي حيدات الوزن ديالها صافي بحال تقول الكارير ديالها ما بقاش عندها دور. انا شوف انا كنت من الاول كان جوج الناس اللي كنت حاطهم كقدوه عندي الله يرحمه العلوي عزيز العلوي الله يرحمه ممثل مغربي اللي كنت معاه محمد الجم في المسرحيه ديالو سير ترجي. وكان عندي واحد اخر هو علاء ولي الدين ممثل مصري علاء ولي الدين وكنت كنتبعهم. شنو اكتشفت انه الجسد هو جزء مني يعني ما جاش انا نحيدو ما قدرتش. الدور ديالك انت بداك يقدر يكون الدور ديالك بداك يعني خصني نتاقلم معاه ونحاول نولف الناس انه راه كنلعب به. بحال دابا الكوميديا ديالي انا ما كنحملش السب لعباد الله ولا مولاي الشليحه هذا عربي هذا صحراوي ما كندخلش في الكوميديا ديالي. كنفضل نضحكهم براسي وانا قابل وانا فرحان يعني هاد يعني هاد الكرش وهاد الغلط اللي واحد النهار كانوا الدراري صغار كيقولوا لي والطبوز الحرابوز سروالو عامر بالروز والغليظ باش مريض بطاطا والراس غليظ هاد الشيء ردوا لي انه يكون شي حاجه ايجابيه وتلفزيون. والله العظيم تمثلوا انا غليظ وانا كذا وتلعب على راسك دور على راسك مزيان والحمد لله كان كحمد الله نجح في هذه اللعيبه وربي غيسر الامور ما دام انه وعد النية صافي الحمد لله. ايوا مزيان مرحبا بك نهار كبير هذا. امتى غادي نشوفوا شي عمل ديال قريب ان شاء الله؟ ان شاء الله هذا العام كان عندنا مسلسل على القناه الاولى في رمضان يلا بدينا التصوير واحد يومين وحبسوه بسبب كورونا يعني ان شاء الله عندنا غنكملوا التصوير في شهر 9 في الموالف. ما عنديش الدور فيه؟ اه ما عنديش الدور فيه؟ لا والله انت والله شوف والله العظيم كتبان لي فيه وحق الرب كتبان لي اعطينا شي فور. واسي انا نوريك الدور ديك شنو نوريك شنو هرش نوريك هناك نوريك الدور نوري سيمو الدور ديال نوري سيمو الشباب. المهم راه ان شاء الله في هذا رمضان غتشوفوني في واحد السلسله هيا السكليبه جيت خلي باش كنت واش كنت شويه ديالنا ما عرفتيش شنو والله شوف ما عرفتيش والله يا ولدي حيد الغليظ صغير. اسيمو شوف ايه انت تخيلني دابا تخيل معايا انت لاباس عليك ماشي بوفري ماشي بحال دابا سير دابا سيمو هو انت سيمو اها وي سيدي الحمد لله تفضل كنت شفت فيديو واحد
واحد العمل انا كنت تسمي ما سيدي شي معلش علاش واش هادو ماشي ولا مايرا معاك معاك كلمه الدور ديالك زعما بحال كنهضر معايا كنت صيفطيك شي واحد المغبري ديال مليار و500 مليون وما بديش تهضر معايا زعما زيد زيد فين كاين المشكل علاش ما بديش تقبلو مني ما خاصنيش ما محتاجش انا لهذوك داكشي اللي باغي تصيفط ليا ما عندي ما ندير بهم علاش مصيفط ليا نسيتي داك السيرفيس اللي باغي راه قلت لك ديجا انا ما قابلش راه واخا صيفط جوج ثلاثه سيمو راه كتدخل واحد الحرب انت ماشي قدها شوف اسيدي انا قد بالبحر وما وراء البحر سيمو والله الا قنع والله الا قمعتيني بالله ايوا انا لاباس عليا انت باغي مني سيرفيس بمليار واش تهبيل والله الا قمعتيني والله شويه مليار وشويه وكثر شويه كثر شويه او المهم راه كاين ما يتقال تا وجهك زوعه ديك ما كتبني كتبني لواحد الدري لهنا واحد لي شهر فاهم عقلك الدري كيدير اللي كيدير اللي كيدير الصوت سميتو راه معروف شكون كيدير فوا اوف لعفا مسلسل حيني في منار كيدير الصوت ديال واحد الدري زوين بحال النظر ديال الشوف الا فكرتونا يا خوتي هادو هذا لا لا بحال بحال هكا بوجهك بحال هذه الفوتوكوبي ديالك اقسم بالله هما الدري غادي يقول لنا ها واحد المونشيط التلفازي كيدير ترجمه الصوت كان في مسلسل سامحيني راه كيدير لي شهرات بزاف هو اللي كيدير بواقف ديال برنامج ماستر شيف الا تفكرتوا شكون هو سميتو ما عرفتي الا كان شي واحد اخو تعرف الاسم ديالو يكتبوا لينا غادي يعرفوا الاخوان اسمي كتبي لي سبحان الله العظيم فوتوكوبي اقسم لك بالله السلام عليك ابيتاي سيرو سيرو بحالك فوتوس سلام سلام والتليفون عندك صباح كيف يربي اخو هذاك اللي بيعطيك مليار ونص شوف شنو غدير معاه ما عرفت علاش كيسولوا عليا في الانستغرام واش بغاني ما عرفتش شنو ما زعما ايه وشوف شوف غنقول لك بعدا انستغرام راه فيه واحد البارتي باش ديزاكتيفي لابي الفيديو ما عمرش واحد يبقى يسول عليك الفيديو هذه اللي غندخشي نديرها والله العظيم دابا انا عرفتي كون ما ديرهاش ما غاديش ندير كاع شي لايف على خاطري كندير لايف كيبقى يسوني دابا كنخرج راه واخا يسوني بنادم تيعي ما كطلعش لك بلي كيسوني كاع ولكن كي مشيتي مثلا دخلتي لبلاصه الميساجات وداك الشيء غتلقى بلي راه مصوني شي واحد ابي الفيديو غندير هاد القضيه سيرتي كتكون هادي ما صيفطت لك ان شاء الله دابا راه كان وجدت واحد سيري ويب غنبقى نلوح فيها 15 حلقه كل نهار نهار لا في الانستغرام كنتسنى غير كومبيدون ديال الانستغرام طلع عندي يلا عندي واحد عندي شي شوف 76000 شي حاجه بغيت نطلع شويه باش انا نقدر نلوح شي محتوى زوين لا انت تستاهل بحالك دابا انت ما شاء الله خصك تستاهل الكونت ديالك خصو يكون طالع نشوف شحال واصل باش تعاون معنا خويا الله يرحمك سيما شحال كان عندك؟ عندي واقيلا شي 76 ياك دابا عندك 77 و100 هي ديتي 1000 طلعت ايوا 1000 اخويا بمليار عفوا خويا سيما تعاون معنا وصل لك 80 الله يرحم لك بهذا الجهد المليار زيدوا شي 1000 زيدوا شي 1000 اخو غنديروا لاباس كاملين غادي نشري لكم هذا الجهد المليار واحد الجزيره في البحر وغنسكنوا فيها كاملين عائله الهوطر جات والله الا جات والله الا جاي يوصلوا لي جاتك سير بدا شوف درنا شي سبيكتاكل دابا شي حاجه ما شوف هاو كيقول لي هذيك كيقول لي التقريبه قال لي محمد راه التقريبه عندي لك احسن واحد اللعبه عندي خطيره سير سبيت واخا تشوف غير ما تحكرني شوف يا ربي ما تبقى شي حاجه عندك ناموسيه واش شاده مزيان بلاتي يقول هذاك يهرب اللي حداك بلاتي تبجغو ديك حاجه اللي تطفي هذا راه شوف هذا راه كندير غير شي واحد اللي عزيز اقسم بالله سير يا ربي بلاتي اجاك شي بغيت نقرا عليك شويه صافي سير خلعتيني سير أمي كرسي
اودي شحال خايبه يوحل شحال فيك من كيلو شحال فيك من كيلو وسط الراس موقع ولا فورما شوف واحد اللعبه شوف تعال هذيك يسوني اخويا وصل 78 قال الله يرحم عطيو عطيو لي زابوني شوف واحد اللعبه دي واحد شوف باش عندنا الكره بلاتي راه الكاميرا عندك مبلوكيه بلاتي بلاتي الكاميرا مبلوكيه اوقف وقف وقف الكاميرا مبلوكيه اللعبه مزيان بلاتي مازال كتقطع كتوصلنا مقطع هاني كتقطع الصوره هي دابا مازال كتقطع شوف حيد الكونيكسيون عاود ردها حيد الكونيكسيون عاود ردها تخيل معايا خرج يكون فيك شي 200 كيلو وتهبط لتحت الجسم ديالك كامل يحل لك في الراس مزيان بلاتي بلاتي الكاميرا شوف دابا انت كنسمعك ولكن الصوره كتقطع شوف نعاود ندور نهضر انا دور شوف تسمع شو دابا انا نزلك ونعاود نطلعك واخا سير سوني سوني خرج من اللايف وعاود دخل باش تسوني ها هو صافي صافي دابا مزيان مزيان واحد الحركه اخرى كنديرها واحد الحركه كنديرها في العروض الدوليه حيت انا شاد الجيمباس قبل ما ندير ما ضحكش عليا ما ضحكش عليا ماشي كنضحك عليك كنستمتع انا قبل ما نكون ممثل كوميدي استاذ الجيمباز اربع سنين في الجيمباز في اوروبا اوروبا الشرقيه كنت في فنلندا في اندونيسيا جوزافيزيا ومستر شوفيزيا اربع ديال الدول مزيان سير فرجنا ماشي ها سيدا سون شيكا سابازي اولي ها ها لا 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 شوف قالوا قالوا سمعت باللي عندك مع التيكواندو دينا البومسي الاول ديما قوسوا عليا والله راه كنطيح لا لا ما تخاف غنقراو عليك المعوذتين اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صافي ما خفتي والو بغي نجيب مطريل سير تأبنوا عنده الخوت تأبنوا عنده استاذ الزويونة أجي بوسا أجي بوسي عمي خذ خذ أبونا ما عنده دخلوه يا ربي السلام ما عرفناش بغا يجيب شنو سميتو راه يدخل وراه تلقاوه الفوق حدا السمية ديالو تسمنها كليكيو عليه ودخلوا تأبونا عنده سميتو أنس مشاتي علي علي سميتها لاماستاسي سيتو بالعصر ديال الشطبه عرفتي اللعبه شنو سميتها؟ لاماستاتي هيهو هيهو سير فا 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 يوك الهولا عندك القيصاره سخون جمع البوله الفوق والكرش لتحت عندك البوله 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 ما تمشي بس صافي صافي تقدر دابا شوف
ها ما تسير غندور غندور هذه العلا جوج مرات ليبي تفرج شوف هو هذاك هو هذاك صافي هو هذاك ميرسي تتفقات القلوبة القلوبة عطيو القلوبة هادشي هادشي شوية من بزاف اخويا حنا بغينا نشوفو بغينا مازال نضحكو شويه هادي ما ضحك شحال هادي ما ضحك اشوف شوف اشوف عرفتي شنو دابا اشوف 78 و500 انت غادي تزاد توصل 79 ياك درنا شي 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 حاجه فيها طويله شويه طويله واخا سير انا وصلت 80000 80000 قبل 79 و80 يلاه باش من شوف ابا حيت بغينا نتفرجوا بالزربه الخوت دخلوا تابونوا عنده بالزربه يستاهل الله يحفظك اخويا سيرو حيدو حيدو من حيدو شي واحد حيدو خليو قلوبه خليو قلوبه تابونا عندو بنا نضحكو دابا راه دابا دابا بلاتي ولكن واش بيتي كتخدم معنا البيزنس لا والله العشاء شنو بغيتي ندير ما عنديش مشكل قول لي شنو نديرو دابا دابا خصنا نخلصو ماشي مشكل اسيدي خلصوها الخوت خلصو الله يحفظك اخويا سيرو هاهي هاهي شتيها هاهي 78 و 700 هاهي 300 ديالك دابا تجيك ها انت خاصك دابا 200 يلا الخوت عطيو هاد ال 200 هادي هاهي 900 خاصك 100 يلا الخوت 100 100 وغادي نعطي ديالنا شي 10 دقائق بوم 79 السلام عليكم يلا اش بغيت ندير اخويا شنو بغيت ندير اللي درتي المهم بغينا نضحكوا باش ما حكم دي سير انت شنو بغيتي انا ما نحكم بالتاع باش حكم الجمهور يلا سير اللي بغا شنو بغيتي ندير الجمهور يلا شنو بغيتي دابا انت اي حاجه ديرها ديرها اول حاجه ديرنا 10 ديال التراكسيون 10 هذه 10 التراكسيون ديالي ولكن بروفيسيونيل بروفيسيونيل تفرج ويلي عند اخويا تفرج ولكن بشرط ما تخليش الكرش تقيس الارض لا ويلي ما عند شوف بعد بعد بغينا نشوفو كامل ولا شوف شوف رجلي كان تحت ركابك نعستي وكف التليفون ها شنو هي ندير ليه التليفون تبان كلك بعد عند شوف شوف واحد لا ما تايقش ما تايقش حبس 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 بغينا نشوفو كلك وكيفاش واش عرفت كان انت واقف دابا كاع هكا هاي الله رجع اللور حيدو حيدو ما حيدو هربوا سان قل نوقف التليفون مزيان لا لا اه ترى التليفون مشى مشى غير في اللايف سير حصلت يا ياسر بوغوس ديالي بلاتي انا لي هذا هو الفنكوش ديالي هو اللي مشادو لتحت هكا غير نشوفو كامل باش ما تخشناش حيت الكرش ما خصهاش تقيس الارض واش واش هادو مع خونا سيمون ما قيس واش عرفتي قداش هذا ما عرفتيش قداش واش عرفتي قداش ما سامع ليا ما عرفتش شحال قداش شحال فيك الكيلو ما سامع انت راه خصك دير تراكسيون في السماء هاني شوف ايه شاد الكاميرا كامله واعلى واخا سيدي سمع احلى يلا هلا بسم الله ها انت شوف نبدا قول قول واحد واحد جوج عشرة عشرين هادي تقبتي الزربية ولا تقص ولا شي غادي تقب نوض نوض اودي نوض ما قلت على تراكسيون نوض الله يليق اصحابو الحكم ديالي انا ما درتيش دابا شوف 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 الناس اللي كيتفرجوا فينا شنو اش بغيتو تشوفوا اش بغيتو يدير مزاحك يا ربي شي حكمه نيت حكموا عليا حكمه ندير يلا حكموا عليه شنو بغيتي يدير ولكن شي حاجه الخوت لي سكولوجيك يلا باش ما حكمتو حسن أنا قال لك قال لك هذا خونا كبر من اللايف حكموا عليها الخوت يلا شي حكمه
شطح الشعبي، الرقص الشرقي، شطح الشعبي الرقص الشرقي. كلشي غير تقلب شطح الشعبي فين غيعوم؟ قالوا شطح الشعبي ولا الشرقي، خلطهم بجوج. شطيحة طلق طلق، عندك في شي حاجة في بي سي ولا شي مسجات طلقنا موسيقى؟ لا لا والله ما عندي والله. شي تليفون آخر؟ لا خرجت على تليفون. بلاش بلاش أنا هنيك، أجي أجي لهنا أجي. الشرقيات. أشنا يا الشرقي واش أنا سميتني واش سميتني هيفا وهبي؟ حكموا عليك. لا لا مازال ما قالوش شطيح. كتبوها. الشطحة ديال التيد، قالوا الشطحة ديال التيد اللي قالوا. لا قالوك الشرقي. اللي بغا يدير الشطح يشطح على الشرقي يكتب رقم واحد. يصوم ثلاث شهور غيموت. يصوم ثلاث شهور اشاعه هذه، هذه اشاعه. نوض وقف. ها؟ وقف معايا تلقى سيمو بالرجوله. خليني الله اشوف. طبت انا بالوقف. لا لا ايوه يا قلع. لا تكفي الرجل هز الرجل لهم كان مسعب في عبدو في عمى هذا غادي نموت لك هنا الطيارة هذيك ديال التنقيس واش جيتي رجعت حكى شي ويلي اودي شحال هادي ما ضحكت بحال هكا كذا شويه اللهم لك الحمد اي اي عرفتي هذا شوف وراه السخونيه ديال عطيه هنا راه ماشي سخونيه عندنا راه 49 درجه اليوم 49 الحراره اليوم حراره والله الحراره دابا تخيل معايا دوشت ياك وباش بغيت نلبس حوايجي الحوايج اللي لبست وفزقوا بالعرق كان مسح بالفوطه كان عاود نعرق صافي مشيت لبس في الشرجم عقل ديك عقل عرفتي اذا هذه سبيستون كاش يقولوا سنعود بعد قليل ولاو كيقولوا سندوب بعد قليل النهار العظيم هذه كتقول انت هذه سندوب بعد قليل واحد الجديد عرفتي ملي كنت صغير زعما شنو وقع ليا في الحم ديال امي تصور امي دابا كنت تحمل برميل ديال العسل اييه معلاش باش انا نطلع عليها بحال العسل راك طلعتي تبارك الله عسيله انت تبارك الله هنا راك جامع فدان ديال العسل هي التحمات على برميل ديال العسل زخنا طلعت ليها برميل بالعسل بالعسل وني عندي ما العسل ياك شويه راه كاين شي وحدين هنا معاه في اللايف كيسمعوا ديك العسل وكيدير لا عرفتيهم السميحه اخوتي ما بقاش نعاود نقول العسل راك عرفتي داك النوع اللي فيه كتقول العسل يا عندك لا بوكا سمحوا لي اخي ما نقول العسل بغاو نكته بغاو نكته نكته عطيه 600 عطيه هاد 600 هادي نوصلوا ل 80 مازال حتى 80 400 انت دابا غتوصل 80 غتقول لنا شوف غتقول لنا النكت النكته سير كاين نكته يلا عطيوها الخوت نوصلوا ل 80 دفقني النكته النكت ديولي جيبوا لي النكت يلا الخوت اعطيوه 80 خرجوا تابونوا عنده الاول ماما كاع لا هذا الربعه هذه منحوسه الخوت حيدوها ايه شحال منحوسه هذا 400 لا باش تخرج ها هي لاباس شوف دابا غادي تزادوا بالزربه الخوت تابونوا عنده طلعوا راه تلقى واحد 600 ديالي تابونوا عنده يستاهل ماما الله يفرحكم انس والسيم والله يحفظك يا رميساء الله يحفظكم لي اخوتي ما كتحشمونيش الله ينور طريقكم ويسهل عليكم
نكته بالشلحه وحده عربيه تستاهل والله. الله يحفظكم اخوت قاسقاس 300 واحد دخلوا تابوناو عنده الخوت 300 واحد سهله باش نعطيوها ليه صافي يستاهل. تمن 100 بقات 200 صافي 200 من واحد كتقول انه كتلقى صلاص خد 200 خد 200 اخويا لا خد عندك اخوات انت غدا تجي دخل طاط طاط تسبني السيبو وي قال لك هذا واحد راجل هذا واحد راجل اه كضربو مرضو كيبقى يبكي اييه ايه غوت قلت لك مع صاحبي في القهوه اها قال لي عندي واحد المراه في الدار الله يهديها الله يغفر الحق حشومه ضربني وكنبكي قدام الناس وكنبكي وغوت اه انت بلاتي بلاتي اه اه يا 80 الحمد لله يلاه شوف شوف شي 10 تراكسيون لا اشترق اشترق اش من تراكسيون اه سيمو سيمو عرض الجار بغيت ديك النقزه يلا الرجل كم البرد البرد ديال كرسيك طيح التليفون ما بديش داك اسقط علينا لافوار اخويا بردتيني من كرسيك بالدموع الله يحفظ السيم الله كان يا اخويا انا من الخلف الله انا من الخلف ها والله فاجئ عليك كما فاجئتي علينا اخوتي اقسم بالله كم خوتي اشوف تهلا لي فيهم الله يرحميك وليدي ما تحشمني معاهم راه عندي واحد الفانز بالله الا شوف يوميا يوميا ستوريات ديال الضحك وفيديوهات ديال الضحك وهذا الشيء والله ما نديرو مع شي واحد درتو معاك انت حيت عرفت لي بيبليك ديالك اش كيسوى بون فينال السلام عليكم اقسم بالله خوت راه السيد راكم شفتوا كل شيء بعينيكم يستاهل ماشي انا كنقول لكم دعموه ولكن يستاهل حيت هو اصلا يستاهل الله يحفظك وقت ما طلع عليك الدم عيط عليا عاوتاني نساو الهموم مرحبا بك اللايف ديالك في اي وقيته انا كتبت لك ميساج قلت لك اللايف ديالك في اي وقيته تفضل سيمو ما تحتاج نقول لك جي ولا شكرا بزاف الرقص على الشعبي اخويا قالوا لك الشعبي انا انا شوف اقسم بالله ما قد باقي ندير ديك صافي راه لا لا ضروري إيه؟ اخويا عندي البالي البالي دير البالي دير البالي شنو هذا البالي دير البالي تما يطلع لك البالي 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 نكتب البالي ندير لك رقص على البالي حسن كاع اها شوف هذا الرقص مايا دي مايا لا هو هي عندك مايا طولي الرقص قال لك مايا بالي ولا ما سميتها البالي 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 يا صاحبي هو البالي سبور هو واحد الرقصه ديال البالي اه دونس بالي 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 شو هادوك اللي كيديروا شو اقرنوا شويه شوف شوف الوالده راه ميته بالضحك راه كتفرج في اللايف لتحت كنسمعها كضحك شوف شوف قال لك هذا عندك واحد النكته ايه قال لك واحد السيد كضربو مرتو كيبكي يبكي ايه مشيت تشكى عند صاحبه قال لي راه حشومه مرتي كضربني كنبقى نبكي قال لي حمد الله انت كضربك وتخليك تبكي انا راه كضربني تقول لي اسكت اسكت لامك اسكت ما كتخليش تبكي اسكت اسكت ما تدويش باغي اسكت ادي هذيك راهي احسن قمعانيش اي عظيم
ديديكاس لك الوالده والامهات كاع اللي كاينين معنا في اللايف. تحيه لامه سيمو وتحيه لجميع امهات العالم، الله يخليكم لينا والله يجعلكم تشوفوا راسنا في حياتنا كلها، الله يخلي كل واحد عنده ام ديالو، واللي ما عندوش الام ديالو الله يعمر ربي يرحم عليه في هذا النهار الكبير عند الله. امين امين امين. احسن احسن حاجه. كيجيك عاود عندي انت مع الدين كيجيك عاود لي. اه ما شاء الله عليك. شتا عندي هذاك الشيء دابا بنت لي دابا بحال بغيت دير الخمار وانت تقول عاود الوسط راجل. يا خلي على الله بحال يا كي دايره وليدي كي دايره السيم. بس راني جاي راني شوف راني جاي نتناسب معاك اخالتي والله الا كنبغيك انا البنيه بجوج نتفرجوا فيك الليل وما طاح. بغيت غير البنيه اللي تبغيني والله الا كانت ليك ودا ليها انا الاولى. او ديشا حنا جينا طالبين راغبين في يد بنتك حتى خرجينا انت من الجنب. شوف السيمو ديني انا والبنت مرحبا ولا ديني بوحدي مرحبا، وين نديها هي بوحدها والله ما يمكن لك. علاش؟ راني كنغويك كنغويك الهبيك. انت مشكلة الناموسية تشدها بوحدك. يا ويلي هذيك هي الجمال نزل معك نوض الناموسية بوحدي ويلي هذيك. دابا ما غاديش تزوجنا بنتك من الاخر. شوف سيمو واسيمو راني كنحبك ونموت عليك يا سيمو ويليك ودوك ودوك مين كتبقى تكلم كنحمق على صوتك يا سيمو. دابا غضيفة سميتك اخالتي بعدا شنو سميتك؟ سميتني منيرة. منيرة منيرة شحال في عمرك شحال في عمرك نسيتي العزيزة؟ كانستون. والبنية شحال في عمرها؟ 200. علاش ولدتيها؟ جو كومبري با بحال وحده البارح صوناز عليا باغا دير تيست لراجلها. اسمع باغا عاودي علاش علاش ولدتيها؟ عاود لي علاش ولدتيها؟ ها؟ عاود لي علاش ولدتيها؟ اه علاش ولدتيها؟ ما كنتش الوعي ديالي. ولا كنت كنت كاري شطوطية. واش قلت لي من البارح؟ قلت لك واحد البارح صورات عليا باغا دير تيست لشي واحد. ايه قالت لك مطلقة سبع سنين مطلقة سبع سنين وولدها عنده ثلاث سنين. وانا ما سرحت معايا حتى صار اللايف كل شيء كيقول لي كيفاش دبروا الشارج فين وين هذا تخبى عليها شي وليد في شي شرجم قال لها خليتها دوز ليام. دي مشاكل صافي الله العظيم. لا مشاكل الله السلطان الاغا انا رسول طلع اخا ماشي لاغا هادي مشاكل صافي عند الراقد شنو هاد الراقد واش ما عرفتنيش ولا لا دابا شوف دابا نديرو مثلا دابا انت شي 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 مشعوي جاي شي وحده تدير شي 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 سحور لشي واحد. السلام عليكم. هاي كيف السلام ضروا لك البان وما تخاف من البنان وكل الدجال يا حنان. هاي شنو عندك يا وليدي؟ نتكلم. تكلمي. السلام عليكم. نتكلم كي داير لاباس بخير؟ الحمد لله. انا جايك عندك الفقيه. واحد السيده كنبغيها الصراحه لله وبغيت نتزوج بها ولكن كنشوفها ما عطينيش ما عطينيش الاهتمام وبغيت نديرها خاتم بين صباعي. حي انا رفقي سليمان صريع الجان. انا رفقي سليمان اللي مشيت لميريكان واليوم فين زكان وفكيت مودي المرجان وداويت فلوس امريكا من حب سيكسيكا. حي قلت لي سليم أحبابي أحبابي أجوادي. نعم
كتعرف واحد سميتو سيمو السريري اييه خوها دارت يتقدا عنده هذاك جواد نجوادي هذاك جواد نجوادي مسيفتو العيون سيري العيون قدي الغرض يجيب الله دي سير كيدير خوبولاسيون كيدير ديك التجربه ديال التيست التيست عندو الوالده اشحال واحد ما عرفش التيست الاول كيسحب واش الحمل بغيت ندير التيست في المصيال بصيفو اللي قال لك هضره ندير التيست قول لي سير الفرماسي ندير التيست ماشي عندي كيسحب خاصك تشوف لي كتقول لي باغي ندير التيست وكمل لي يا فقير الله يرحم الوالدي راه كنبغيها بزاف راه كنبغيه عاش وادي يا جوادي يا جوادي شنو سميتو سميتو السريري سي محمد عاش وادي يا جوادي شحال في عمره هو ما كيعرفو ولدي ما كيسولش شحال في عمره ما قالش ليا ما كيبغيش يقول لي ديما كنسولو شحال في عمره ما كيبغيش يقول لي اجوادي ما قالش ليها قولي لي انتوما ما قالش ليها قولي لي انتوما في عمره 36 عام وليدي ابنيتي لا تعرف كنقيدها حيت كنسى 36 عام لا تجبد واحد الورقه هي هاي بسم الله دابا في البرنامج ديالك ها كديش مفتوح لا 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 غنتعلم منك بقى دير مفتوح وفكاش لا حرج في الدين اللي بغى يعرف التيست هو ب 200 درهم شفت على هو فكاش سميو لك ربع المعلومات وجيب لنا التيسير واش الفقيه كيقول شي حاجه فابور صافي ما قلتي عيب المهم غدا ان شاء الله مفتوح اللي باغي يدير التيست بالليل الصباح سيمو طيحتي الدلع على السحاره طيحتي الدلع على سيمو والله اسمح لي هي غنديروا لاباس وحنا كنشدوا المفتوح ونداو ندير لك شي فابور غادي شويه دابا من غدا ان شاء الله من غدا اللي باغي يدير التيست اللي باغي دير التيست يسبق الصباح الوفاكاش لقيت ديك النمره ديال التيست مصيفط ليا مصيفط ليا الورقه ديال وفاكاش لا ويستر يونيو ولا ندير لكم الرقم ديال الحساب 200 درهم لاي تيست اي تيست 200 درهم السلام عليكم ما قلتي عيب ولا بيدي غولاكسيون بيبليك 300 درهم صافي صافي مشات زني فوش ميس صافي كمل ليا شوف ابنيتي هذاك السيمو راه كيتفلى عليك وداو جاب معاك في الدنيا وراه زهواني وكيعرف الليل وكيعرف فين يمشي وداخل خارج شاكي لاقي ها مع فاطمه الزهراء ها هو مع سوسن ها هو مع الهام ها هو مع السعديه وهي كيتفلى عليك راه ما يشومي يا عارف بك احلم استرجع عندك وحشم عليك لماذا نحن هنا ما كنبغي نبقى شوف غنعطيك داك الشيء عندك مطوبل شوف كيدير لينا معاه الله يرحم الوالدين مع الشمس العشيه فابور اشوف الفقي الفقي شوف كيدير هذا الشيء اللي عطى الله السوق الجواد قالوا لي هذاك راه مخلود سلام بي الله يرحم الوالدين شوف كيدير راه مصاحب مع فاطمه وكيمشي مع حنان وتلاقى مع سعاد وقال مع فاطمه الزهراء دابا ولا تغيدير غدا مع رشيده ضربي ما وريني فين وريني فين الفقيه نعطيك 4000 ريال زايده فين غادي يدير مع رشيده ضربي في الفراس رشيده داير معاه داير معاه في العوده العوده ايه واش فراس قعدنا نحيي سميتو العوده السعديه دير معاه في دريدك صافي راك عارف العين والزاهيه شارع طنطن الناس العيون كتبوا رقم واحد واسمع الكبيرة وفاطمة الزهراء داير معاها في اوتيل جوديسا في شارع مكة شارع إذاعة شوف قالت لك هذه اللي التوكال على التوكال كيدار شكون؟ التوكال لا التوكال بدا لا لا محشومة محشومة بقى فيا مسكين التوكال لا أنا بغيت نلعبو خاتم في صبعي أش بغيتي ديري ليه؟ خاتم في صبعي شري خاتم ب 10 دراهم ولعبيه في صبعك يعني شنو بغيت دير سيمو تجيبي كل هذاك لا سيب يا بنتي هذاك ما يتسدش هذاك الزبوادي عمره ما شدوه حلوف الفقيه شنو كيدير الفقيه نعم رد لي فلوسي حبك الله يحبك رد لي فلوسي الله واش فيهم رد لي عندك انا غلط كتفشلني رد لي فلوسي رد لي فلوسي رد لي زابولي ديالي رد لي فلوسي
في الصباح تدي لي زيد 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 زيد، وصلت معاك 360 درهم ما درتي، ما درتي معنا والو، ما قلتي لنا صافي، ما كتبتي لنا كتابه، ما درتي لنا لا والو. شوفي شدي هذا الحجاب، شدي هذا الحساب، هذا الحجاب هذا، عرفتي شنو دير ليه؟ شنو دير ليه؟ صافي صافي، ما تقول لي صافي، دوز دوز السيمو دوز دا، شوف دا دوز بريفي، قول شنو دير ليه؟ دا دوز بريفي والله حتى نقول السيمو، نقول لها مش عند واحد بقى كيبسل عليا سيمو خويا الله يرحم والديك، بزاف هاد اخويا سيمو، احلى تحيه ليك، نورتينا في اللايف والشرف لينا انك تكون معنا، مرحبا بك اللايف ديالك اخويا العزيز، مرحبا بك اي وقيته شوف ديال لك سيمو. ها هي يلاه دوك لاز صافي صوروا الدراري، احلى تحيه ليك اخويا العزيز، نورتينا في اللايف، مرحبا بك اللايف ديالك، شكرا على المساعده والله يحفظك اخويا، مرحبا بك اللايف ديالك اخويا العزيز، مرحبا بك. اليوم عطيتي واحد المثال، واحد المثال حيل الناس اللي متواضعين كيفاش، لانه دابا هاد الانستغرام ولا دير بحال الناس اللي لاباس عليهم في المغرب، دابا مول المليون كيتعامل مع مول المليون، مول 100000 كيتعامل مع مول 100000، اليوم بينتي انه هذا الشيء ما كاينش، انا راه باقي ولاد الناس وباقي، انا ما عنديش هذا الشيء بصفه نهائيه، انا درت مع بنادم زيرو ابوني ووصلت ل 10 ابوني هنايا في هذه الجلسه هذه اللي جالس وتقلبات عليا الايه، ولكن الحمد لله خلاتني نعرف شنو خلات تعرف بزاف د الحوايج صافي. المهم تا حيد عليا حنا اليوم، الله يرحم والديك اخو سيمو، مرحبا بك اللايف ديالك خويا انس، احلى تحياتي لك اخويا العزيز.